السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء متابعين برنامج بركة الدار. نفس ما عودناكم مشاهدين في كل حلقة ننتقل من إمارة إلى إمارة لنكسب أكثر عدد ممكن من الضيوف اللي ينقلوننا الطاقة الإيجابية وننقلها من خلال قناة الظفرة. تابعونا في هذا اللقاء، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. من جديد أرحب بكم مشاهدي الأعزاء في هذه الحلقة المتميزة في الحقيقة في مدينة العين. نحن اليوم موجودين مع سعادة خميس السادي، مرحبا بك أبو سعيد. مرحبا سعادة، شرفنا اليوم بوجودنا معك، أحد الرجال المتميزين في الحقيقة في العين، وأنا فخور من أحد المعارف أن نتعرف عليك، واليوم أكثر المشاهدين الأعزاء راح يتعرفون عليك. ما عليك سعود ويعقوب، نحن نتشرف وصولكم هنا والقناة الظفرة. الله يسلمك. وهذا شيء طيب، وهذا أنها لقاء ويا المواطنين. نعم. مع المواطنين، واللقاءات هذه أنتم مو بغريبة عليكم، هذه الله يسلمك، اللقاءات مستمرة عندكم عندنا وعند غيرنا. الله يسلمك، هذا واجب علينا. الله يسلمك، واجب اليوم أن ننقل هذه الطاقة الإيجابية من عندكم إلى المشاهد الكريم، وننقل هذه الرسالة اللي حملتوها أنتم من آبائكم وأجدادكم إلى المستقبل وإلى شباب المستقبل وإلى الجيل القادم، لأن الجيل القادم بحاجة إلى هذه المعلومات وبحاجة إلى هذه الطاقة الإيجابية اللي احنا اكتسبناها من أهلنا وراح نوصلها لهم إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يسلمك. بداية عرفنا على الموجودين. هذا شيء طيب. الموجودين عندك أبو خالد أبو سالم. مرحبا أستاذ أبو خالد. عندك أبو أحمد سالم سعيد. ونعم السلام. وعندك أبو سالم ناصر سبعتنا علي، وعندك ابو منصور سلطان بن سعيد. والنعم السعيد سلطان، مساك الله بالخير. نعم. هذا الرجل ما شاء الله دائما مبتسم، الله يحفظه. لا ما شاء الله عليك، الله يسلمك ويطول عمرك. نعود الى الايام الجميله، الى الماضي الجميل، ايام الصبا. ايام الصبا. نعم. الذكريات اكيد لا زالت موجوده، ومن ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. حاضر. الله الطيب الله ثراه زايد قال هالكلمة هاي. نعم. اللي ما له ماضي ما له حاضر. أنا أشهد. نعم. نتكلم عن هذاك الزمن الجميل، بداياتك كيف كانت؟ الزمن طالعك بدايات هي نحن في سنة نحن. نعم. اللي نذكر من السبعينات. نعم. أول السبعين مدينة العين كانت مدينة يعني غيرنا الحين. نعم. كثير كانت أمور بسيطة فيها، ان بنيت هناك مجال التعليم. التعليم كانت مدارس بسيطه. نعم. يا تقريبا 5 مدارس في العين بشكل عام. لحقت على دراسه المطوع؟ درستوا يا المطوع؟ المطوع درسنا شوي، لحقنا عليه. لحقت على نهايته؟ نهايه. نعم. نهايه اول السبعينات. نعم. نعم. خلافت انا جيت مدارس النظاميه. نعم. الله يرحم زايد، وياب مدرسين من الدول الصديقة العربية. نعم. برا، وحتى كان في المدارس الأول يعطيهم تشجيع الله يرحمه زايد، يصرفون لهم رواتب، يصرفون لهم رواتب، يصرفون لهم ملابس، يصرفون لهم طبعا فطور، وجبة فطور. نعم. يصرفون لهم. فكان طبعا مدارس بسيطة مثل تقريبا 5-6 مدارس اللي في العين. نعم. المعروفة هي. فالحمد لله الحين من الأول اللي الحين انتقلنا نقلة، يعني مشينا ويا الدول المتقدمة. نعم. نوعية يعني انتقلنا من الفترة هذه الناس اللي زاروا الإمارات واللي زاروا العين. نعم. استغربوا من النقلة هاي، اللي زاروها ومضعنا فترة وردوا لها بعدين رجعوا لها حصلوا عن الشيء مختلف كليا يعني. بني طانك على المستشفيات، نفس الشيء مستشفيات. أنا في العين مكان ما فيها، كان مستشفى الواحد اللي هو كنديها يسمونه، ومستشفى العين هذا كان بيت شعبي أول. بيت شعبي. بيت شعبي. والحمد لله إحنا مستشفيات في العين، مستشفيات الحكومية أو الخاصة، يعني كل هالناس تعرف. صحيح. طورت. والعين كانت مناطق بيوت شعبية، الحارات. نعم. محدودة. صحيح. بين الحارة وحارة ما فيها مثلا نقول وسائل نقل إلا السيارة البسيطة، ما في شوارع. صدق. رمول الأول، الحين الحمد لله الرمول كثبان، رملية شاف الأول
ما قال هذه الكثبان الرملية الحين بتستوي هذه بسكنونها ناس، بستويها فيها فلل، بستوي فيها بيوت. فصار تطور سريع. هذا كله طبعا ابو سعيد، هذا كله يا بجهد صحيح ويا بتعب من المؤسس الله يرحمه الله الشيخ زايد بن سلطان. الله اكمل المسيره لسيدي صاحب اسمه الشيخ خليفه بن زايد، طول عمره. نعم. الله يطول في عمره. واليوم علاقه الشعب مع القياده علاقه متميزه جدا، لو نلف العالم كله ما بنحصل مثل هالقياده. هاي طالمك العلاقه هات اسست على العلاقه بين الشعب، هات متاسس الله. نعم. طيب الله ثرى الشيخ زايد اسس العلاقه هذه. نعم. وطول عمره الشيخ خليفه وخان الشيخ محمد بن زايد اخوانهم مشوا على النهج الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه. طبعا هذا هناك يعني موضوع مهم جدا احب اطرحه، التزام ابناء الشيخ زايد بمخوه الشيخ زايد في حله وترحاله، في المهمات الرسميه، في المؤتمرات، في الاجتماعات، في المجالس. نلاحظ يعني في صور الشيخ زايد في الارشيف، اللي يتابع ارشيف الشيخ زايد صحيح في السابق تحصل ان الشيخ خليفه واخوانه كلهم موجودين مع ابوه. فهذا اندل يدل على مدرسه زايد، هؤلاء خريجين تخرجوا من مدرسه زايد. صدقت. نعم هذا الكلام صحيح، يعني الا حتى مو بلا طالع منك عيال زايد، الا عاشر زايد ورابع زايد وربعته. نعم. سواء كان في الدوله ولا برا الدوله ولا في قناص ولا. نعم. المهم خاض تعلم من مدرسه زايد. صحيح تعلم من مدرسه زايد، اهلنا الاوليين اللي ربع زايد ولها تعلموا. نحن كانوا يخبرون عن زايد كيف زايد كان يحب ربعه ولا ويسال عنهم اللي ما يسال عنه. حتى طال عمرك الحين الله طول عمر الشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد وشيوخنا طول عمارهم نفس الطريقة هذه، يزور إذا ما زارهم، إذا ما زاروا مثلا هو يزورهم. أنا أشهد. نعم. اسمح لي بنتقل عند أبو منصور. أبو منصور مساك الله بالخير. مساء الخير والنور. مرحبا الساعة. ما بغينا نشوفك. موجود طال عمرك. وين طال عمرك؟ احنا من زمان ندورك، بغيناك تشاركنا في اي حلقه. لا طول عمرك الله يسلمك. ما تقصرون. نحن نشكركم اليوم على اتاحه الفرصه لنا في مع هاي القيادات والناس الطيبين اللي موجودين معنا. الحمد لله الحمد لله. تواصل زين؟ اكيد طبعا. المجالس، مجالس الشيخ زايد اكيد. انت ريال جزاك الله خير، ريال راعي وصله. عفا عليك. وزير طال عمرك عند الشيوخ وكذا. نشوف طال عمرك اليوم ان علاقتنا مع قيادتنا علاقه اب بابنه. صح. الابواب مفتوحه. صحيح. نتكلم عن هذا الجانب. طال عمرك سياسه الدوله. نعم. اولا طال عمرك سياسه الباب مفتوح. وطال عمرك زايد الله يرحمه ويطول عمر الشيخ خليفه. امين ان شاء الله. مفتوح يعني القصور مفتوحه للمواطنين، استقبال ليل نهار مره. والمجالس طال عمرك هي تربيه، وهي طال عمرك تعلم الانسان. المدارس ما تكفي، لا المجالس طال عمرك تعلم. المجالس مدارس. مدارس. تعلم طال عمرك المرايل، وتعلم الاداب، وتعلم الكرم، وتعلم الاشياء يعني التراثيه. صحيح. يعني هالمجالس هاي تسمع من الناس شو القصه هذه وشو الاشياء الاوليه والتراث الاولي. انا يستفيد يعني. نعم. ياخذ خبره. انا من وجهه نظري بمنصور ان المجالس فيها ضبط وربط. صح. يعني نحن اليوم في المجلس ما في طال عمرك امر عسكري او لا. او هناك مثلا امر صارم. صح. لكن انت وجودك في المجلس يتحتم عليك التمسك بالسنع. صح. نحن نسميه السنع. سنع نحن نسميه. صح. سنع المجالس. صح. اي ما هذا ما يقاطع هذا لين ما يخلص. لا لين يخلص ولا يتكلم قبل الكبير. ولا يتكلم قبل الكبير ويحترم طال عمرك. في القعده. في القعده تكون جلسه ريال. نعم. ايه ما فاتش عمره. صحيح. لا يجلس طال عمرك ويتكلم الكبير يسكت، ويوم يسلم طال عمرك مثلا يو اثنين واحد اكبر عنه يتقدم طال عمرك الاكبر يقول له تفضل سلم على الناس. ابو منصور في احد الايام
زارنا واحد أجنبي صح. وأنا كنت موجود في نفس المجلس هذا صحيح. الأجنبي هذا يالس طال عمرك ويسأل واحد من أصدقائنا الموجودين في المجلس يقول يعني أنا لاحظت أن كذا مجلس أروحه أشوفهم كلهم قاعدين وما يتكلمون بس اثنين يتكلمون وإذا كان الكلام يكون شيء خفيف وكذا. قال هل هذا قانون قانون الدولة فرضته عليهم؟ لا هاي طال عمرك متوارث. قال له هذه الاخلاق نحن عندنا اخلاق يقول عندنا هذا عرف متعارف عليه هذا نعم عرف اللي تعود عليه عليك نور. فهذا الشيء يعني شو اللي يجبر مثلا اثنين قاعدين في الميلس مثلا ما يحترمون الاكبر منهم؟ صح نرجع للدين. الدين ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا صح ولا لا؟ صحيح. هذا الحديث يعني بامر لكل مسلم. فنحن اليوم لو نلاحظ ان اغلب العادات والتقاليد أتت من الدين الحنيف صح. وهي أو العادات الثانية اللي بنقول مثلا ما يت من الدين الحنيف يطلع عمرك إيجابية صح. يعني فيها فايدة نعم. وهذه من العرف لأن التواصل التواصل هو اللي يجيب لك فايدة طبعا. عليك نور. والاختلاط نعم. بالناس صحيح. وأنت الحين منعزل في بيتك ما عرفت تتكلم صحيح. تأخذ وتعطي ما تعرف بس تخالط الناس تعرف تكلم وتعرف تخاطب الناس وتعرف كذا يعني ما تستحي صحيح يعني في خجل مطلوب في خجل يعني ما مطلوب طبعا يعني شوف الواحد انا بقول لك يعني نحن لاحظنا اكثر الناس اللي تخرجوا من المجالس تحصلهم متمكنين في كل شيء صح صحيح. انيتهم في الطب تحصلهم متميزين، انيتهم في العسكريه نفس الشيء، في الهندسه، في اي مجال تحصل هاي الناس متوفقين. عذرني ابو منصور بس انتقل عند ابو خالد. تفضل. مرحبا استاذ، مساك الله بالخير ابو خالد. بخير والنور، عساكم طيبين. الحمد لله نحن اليوم مستانسين وسعيدين موجودين معاكم في منطقه الظاهر. نحن طال عمرك اكثر منكم مستانسين. مرحبا بكم وهذا يعني داركم يعني. الله يسلمك ويطول عمرك. اليوم طال عمرك الكثير من الشباب نلاحظ عليهم اصبحوا يبتعدون عن المجالس، ايش رايك فيهم الجماعه؟ والله المفروض ما يبتعدون. نعم. لان مثل ما قال ابو منصور المجالس مدارس. نعم. تعلمك السنة والعادات والتقاليد صحيح. والاحترام الكبير يحترم الكبير، الصغير يحترم الكبير يعني. صحيح نعم. ولا بالنسبة للمجالس ما حد يبتعد منها، لازم يكون يتقرب لها على أساس يأخذ السنة منها. لا شك. نعم نعم. اليوم طال عمرك نشوف الكثير من الشباب طال عمرك، أو نقدر نقول البعض منهم يعني مسكين عمره 25 سنة ولكنه حتى ما يعرف يسلم عليك، ما يعرف يرمس، ما يعرف يحاييك، وهو ريال قبيلي طال عمرك، ريال ولد أصل وفصل وهله ونعم فيهم. وين مشكلة الريال هذا؟ مشكلته طال عمرك من البداية هو ابتعد عن المجالس. نعم. وابتعد عن مخالطة أهله. صحيح. وممكن يكون السبب من أهله ما شاركوا وياه. مش ممكن إلا أكيد. نعم. لأنه هو طال عمرك يوم كان صغير ما حصل من ياوي. من يرشده. ومن يرشده. نعم. صح ولا لا؟ صحيح. اليوم لو تمر نحن على بنقول أصغر بيت بتحصل ميلسة ولا خيمته على الباب. صحيح. صح ولا لا؟ نعم نعم. لكن أنا أسوي ميلس وأخليه طال عمرك حق الحشرات والذباب وبس؟ لا، الميلس معروف إنه للتجمع سواء نعم. على مستوى الأسرة أو على مستوى القبيلة أو على تعزم ناس يعني وعيالك لازم يكونوا عندك. أساس يتعلموا من السنع المجلس يعني. نعم. تقديم والأخبار والعلوم يعني في بعض من الناس أنا بقول لك الحين يعني العلوم والأخبار ما يعرف يأخذهن يعني. ما يعرفون. أول ما تخبر أول ما تحيي بيقول لك شو مسوي؟ شو أخبارك؟ وين يترى هاي شو مسوي؟ هذا قل طال عمرك التداخل، قل الجلسة ويا الناس الكبار. هذا وش حالك؟ اللي هي الحياة وش حالك؟ وش حالك بخير؟ وش حال أهلك؟ حال جماعتك؟ أبو خالد أنا مرة واحد من الشباب هاي قال لي شو مسوي؟ قلت له والله ما سويت. ما سويت شيء. بنطلع فاصل بنكمل حوارنا إن شاء الله. شو رأيكم؟ إذن مشاهدي الأعزاء إلى فاصل قصير بنكمل حوارنا معكم. من جديد نرحب بكم مشاهدي الأعزاء ونكمل حوارنا الجميل والشيق. بنكمل حوارنا بنستأنفها مع أبو خالد. مرحبا. ولا قال أبو خالد شو مسوي؟ هذه الحين الناس اللي ما يشاركوا في المجالس بيكون عندهم هذه يعني.
لكن هي الحقيقه يعني اذا بغيت تعالم وتحاي واحد ايش حالك ايش حالك بخير ايش حال عيالك ايش حال جماعتك تفضل قرب يعني هذه المحايا اذا بتحاي شخص يعني جاينك يعني ابو خالد والله من كم من يوم طال عمرك كنا في مجلس ودخل علينا ريال عمره ما يقل عن 30 سنه والله انا متاكد ان عمره ما يقل عن 30 سنه ولكن والله العظيم حتى كيف حالك ما اعرف يقولها لانه مو شارك مثل ما هلا 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 بس هلا 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 لا يا ريت لو قال هاو ار يو بعد زين يابلنا باللغه لكن تعملك هلا هلا وش حالك تمام تمام شو تمام وين تمام انت الله يطول عمرك ما يصير نحن شو اسمه هذا طال عمرك اذا دل على عدم مشاركته في المجال لا رجل رجل يعني انا اقول لك الريال راجل كبير لك من تقول مش متعلم ريال متعلم وكذا لكنه يا جماعه الخير والله في مشكله تراها ان هاي الناس مساكين يعني ما يختلطون في الميالس وتم يتملك يالس في الميالس ما يعرف حتى يتكلم ينحرج انه قاعد بين ريال ولا لا ابو خالد لان من بدايه طالع مالك من صغره ما اشترك في الميالس هذا هذا طالعك على الاهل اشترك في الميالس من مسؤول عنه مسؤول الاهل مسؤول اهله الاهل طالعك هذا لازم هو صغير الولد زين يعلمونه العادات والتقاليد لان الحين طالعك مجتمعنا على عادات والتقاليد تربى مجتمع عادات وتقاليد وهذه هي الصح العادات والتقاليد هذه نعم. هذه التقاليد طعمك هذه اللي ماخذونها احنا لان احنا اهلنا ولا مشوبه دول الخليج او دول الامارات هذه هذه نابعه من الـ 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 الاسلام مثل السلام والتحيه والاحترام هذا كله من الاسلام يعني الله عز وجل يقول واذا حييتم بتحيه فردوها فحيوا باحسن منها او مثلها او ردوها يعني مش هلا تمام بس ده الموضوع لا يعني اقول لك انا لو ييها هذا لو يلاقي واحد من شوابنا طعمك من هلا الظاهر مني ويقول له تمام وما تمام بيرشب عصبه يرشب وفي المقابل يعني نحن بعد نوجه رساله شكر وتقدير للاباء اللي ربوا عيالهم على نهج المجالس يعني احنا اليوم بالفعل نفس ما نشوف هذه المظاهر او هذه الامثال السلبيه اللي طرحناها ترى يا جماعه الخير في نفس الوقت في هناك والله اطفال يوم تلاقيه عند الباب يحاييك ويسلم عليك وش حالك وعساك بخير وما يخليك تسير حتى لو ابوه احد بيقربك نعم لان طال عمرك هذا سمع من ابوه هذا ابوه مخلينا جنبه عندما يستقبل احد او يسير مكان يكون عنده ويا الولد هذا وياه صدقت نعم وخذ من تقاليد ابوه يعني نعم. خاض السنع شوي صادق ويعقوب طال عمرك نعم. نحن هذا واجب والمفروض نحن اللي نسويه هذا كمواطنين كشعب هذا يعني يحتضن الواحد يحتضن عياله صحيح الوقت هذا هذا طال عمرك دخلت عليك على التلفونات دخل على النت ودخل على الاشياء وايده هذه اذا ظلوا على الفتره هذه يصير بعدين تفكك ما بيصير تعارف بينه الحين طعمك اذا ظل على هذا الواحد ولد عمه ما بيعرفه انا اشهد هاي ما بيعرفه انا اشهد انت شوف بعض الدوائر الحكوميه هي. يعني يختلف اني عند ريال مثلا موظف ما يعرف يستقبلك ولا اخذ معاملتك طال عمرك وخلصها ولا ما خلصها وانتهى الموضوع صحيح. وشي من العرب طال عمرك والله انكم تدخل طال عمرك مكتبه لو ما خلصك تطلع انت مستانس مرتاح نعم باستقبال ولك والكلام الطيب ويقنعك وبتسامته لك بتسامته ويكلمك على ما تبغى على ما تبغى صحيح والله نحن نهنئ هؤلاء الناس يعني على اللي صح. على هذه الطاقه الايجابيه الله يكثر من امثالهم نعم الله يكثر من امثالهم بننتقل هنا طال عمرك اظني مستاء من هالموضوع ابو احمد ابو احمد نعم اخوي ها ابو احمد شو رايك هالمواضيع هاي والله المواضيع جيده لكن مثل ما قال لك الأخ أبو خالد أبو سعيد نعم. الأساس من البيت صدق. الولد إذا تعلم رابع أبوه ورابع من معاني يوم يتبادى عليه ضيف رحبه وقربه في الميلس الأبو موجود ولا ما موجود وخذ علومه وعزم عليه على الغداء وقال الوالد مثلا رايح العين ولا رايح العزبة ولا رايح المزرعة وبيرد ما شال شيء من البيت صدق. وسوى الواجب طالع منك ومر أبو بتلقاه معلم ولده بالذبح ذبح الذبيحة يوم حق الضيف صح في بعض العيال اليوم ما يعرفوا يذبحون واكثرهم اليوم في المجالس بتليفوناتهم لا يتروع الحين تذبح قدامه يتروع من الدم يتروع من الدم اصلا يتنافض لكن الخدمه الوطنيه هاي اللي صارت عندنا نعم لا والله فادت الشباب وفادت الحمد لله البلاد
فادتهم معاني وايد الخدمه الوطنيه. وابشرك وابشرك انهم في زود. نعم وابشرك ان طعمك يعني نحن طيبة. نتقدم بالشكر الجزيل الى سيدي صاحب اسمه الشيخ خليفه على هذه المبادره الطيبه. نعم 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 الكل يشكر. وخلتهم رجال في طال عمرك واحد هو وحيد ابويه. نعم وراح طال عمرك عند الشيخ محمد بن زايد يترجاه على اساس بس انه يدخل الخدمه الوطنيه. نعم قال له يا ولدي هذا قانون. قال له لا ادخل. ويترجى الشيخ بس علشان يدخل الخدمه الوطنيه. نعم فهذا اندل يدل على شو طال عمرك؟ يدل على انه حس انه فيها فائده. انه فيها فائده وانه يبي يرد جميل وطنه. يبي يرد. نعم وتشجيع من امه وابوه. صدقت. نعم لا وإذا ما رديت الجميل ما منك فائدة. هذا تأخذ وما تعطي هاي مشكلة. ترى بلادك مثل أمك. نعم إذا فريت أمك بتفر بلادك. صحيح نعم. مثل الأم. نعم مرة بالضبط مثل الأم والأبو. إذا فريت أباك فريت بلادك. هذه طالعك الخدمة الوطنية. الخدمة نعم. الوطنية نعم هذا محتاج لك. الخدمة الوطنية طال عمرك هذه تنمي فيه الحس الوطني. صدقت. المسؤولية مسؤولية سواء عسكرية ولا مسؤولية مدنية يتحمل يعني المسؤولية يعني تقدر يعني تعتمد عليه. لا والعسكري غير. أنت شوف العسكري اللي نظامي نظامي تحصل. وبعدين تحسه ناجح في كل شيء. نعم. أنا قبل ما ذكرت قبل شوي صحيح يعني العسكري لو تلاحظ بيتعلم من أي ناجح. نعم. أي ناجح تحصله يا أبو عسكري ولا هو عسكري. صحيح. فهذه بالعكس هذه الخدمة الوطنية هذه أنا أقول من وجهة نظري المتواضعة أن بالعكس هذه كأنها مكافأة لأبناء هذا الشيء. نعم أعطوهم نعم مكافأة افتحوا لهم نعم المجال. نعم نعم أنت تداوم الحين في بنك ولا تداوم في بلدية ولا في مكان مدني زين هذه فرصة لك أنك تدخل في الحياة العسكرية تتعلم. يا ريال حتى المشية تغيرت بعض الناس اللي ما بعسكريين ودخلوا الخدمة الوطنية تحصل يوم يمشي حتى مشيته غير. الأول تحسه ما عنده مسؤولية ما عنده يعني ما لا مبالاة ولا شو رأيك خالي؟ هذا صحيح هالكلام. هو طال عمرك هذه لا 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 طلع عسكرية تغيرك مرة تغيرت من حال لحال. نعم شو توصي شو توصي الشباب اليوم طال عمرك اللي ما يهتمون في مخوة أهلهم ما يهتمون في الميالس ما يستقبلون حد يوم يا الضيف طعمك ركب سيارته منك ودبر ما كان احد واقف على الباب. والله هاي الشباب هذه انهم مره لان نتمنى لهم انهم يدخلوا العسكريه اول شيء. نعم اللي العسكريه اللي هي تخلي الريال صدق. نعم الله يعطيك العافيه وياك ان شاء الله. ابو منصور بيك برد لك الحين طال عمرك نحن سبحان الله في كل بيت ذكرنا انه في مجلس صح لكن اليوم بعد قيادتنا الرشيدة مشكورة الله يحفظهم ويطول عمارهم الشيوخ آمين. أمروا آمين. بمجالس الأحياء السكنية صح. وانتشرت هذه المجالس طال عمرك على في إمارة أبوظبي وحتى في الإمارات الشمالية صح. شو رأيك في هذه المبادرة؟ والله هاي مبادرة طال عمرك زينة والمبادرة هاي طال عمرك المجالس هذه عبارة مثل مدارس صحيح. كل منطقة سووا لها مدرسة من جميع الحي يعني مثلا منطقة الظاهر كم يعني مدينة أو قرية أو كم ميلس سووا لهم. صدقت. وهي طال عمرك مثل ما قلت لك الأول المجالس مدارس. أنا أشهد. وأي شيء يجتمعون ولا يعزمون ناس ولا يعزمون يتجمعون كلهم يعني أصحاب الحي هذا أو أصحاب المنطقة أو القبيلة أو هاي في نفس المجلس هذا وفيها فائدة كبيرة. فيها فائدة لقاء تواصل يعني الواحد ما شفت أنت من شهرين ثلاثة شهور جمعوا يوم من الأيام وتولفوا في مكان واحد في مكان واحد سلم عليه وشوف الحال ويأخذ علومه كلهن. صدقت. نسأل الله العافية منصور يعني نحن اليوم نتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على هذه المجالس المليئة بالفوائد لهذا الوطن صح. الحكومة ما قصرت طول عمرهم والله ما قصروا فينا لكن طال عمرك يوم هم سووا لك ميلس يظهر لبو ما يشل عنده عياله صحيح. هذه مشكلة أبو سعيد ولا شو رأيك؟ لا هو طال عمرك الشيوخ طول عمرهم هاي المجالس سووا لهن من دراسة سووهن إنه حتى الناس تجتمع صحيح. الكبير ويجتمع ويا الصغير نعم. يعني الناس تجمع ويتعرفون على بعضهم بعض نعم. في المناسبات سواء مناسبات ولا مثل ما تفضلتوا الحين زيارتنا هذه ندوات هذه صح. هذا شيء طيب
فمجالس هاي طال عمرك اللي سووهن شيء بادره طيبه طول عمرهم الشيوخ هذيلا ما قصروا. ما قصروا. تجمع الناس اللي الواحد ما شاف ياره الحين كل واحد دار عليها سور. ماشي. وكل واحد في بيته. بس مجالس هاي طال عمرك تجمع الناس في المناسبات وحتى في المناسبات العاديه حتى اللي في الايام ايام الجمع ايام اللي طال عمرك اللي الواحد بيرمس. صدق. بيتجمعوا في مجلس هذا وبيتناقشون الامور الحياه زين ويا العيال ويا الكبار والعيال الصغار الاولاد الصغار بيتعلمون من اهلهم. صدقت. تعلموا العادات والتقاليد والسنع وتعلم تنمي فيهم الروح الوطنيه. اذا انت مثلا طالع كل واحد من السكان او واحد المواطنين يبغى مثلا يعطي يتكلم مو بشرط انه يعني جاي رسمه مثلا. صح. زين اتكلم طال عمرك مثلا للشباب هاي يرمسهم ان يروح فيهم ينمي فيهم الروح الوطنيه. ونحن من مجلسنا طال عمرك نحن ناكد ونحن ننصح اول شيء انفسنا وننصح ربعنا وننصح المواطنين. صدقت. انه لا يكون يحضن لاولاده ابنائه ابناء سواء ابناء ابناء اخوه ابناء ابن عمه يحضنهم في الوقت هذا. هالوقت هذا اذا ما حضنهم طال عمرك هو يمكن بيحضنهم جهه ثانيه تحضنهم ما بتعرف وقد تضرهم وقد تضرهم الجهه الثانيه هذه وهذه لازم متابعه. ونحن بعد كذلك يعني نوجه مثلا ربعنا واخواننا من انها كل واحد يراقب عياله في سيرتهم في ايتهم. نعم. ويا ويمنو مثلا وربعهم منو وكيف الطريقه. نعم. يعني اصبحت اليوم طال عمرك الكثر التقنيه هذه فيها سيف ذو حدين. انا اشهد فيها الايجابي فيها السلبي. صحيح. فاذا كان الانسان مثلا الطفل حتى الطفل الصغير الحين عنده ايباد ولا عنده لابتوب عنده ومهمل وعنده وعنده نت وعنده كل شيء. يعني اذا ما حد راقبه وخلى على كيف الا الام ما راقبته الاخت ما راقبه الاب ما راقب معناته هذا بيدخل على اشياء يعني انا اشهد غير محموده وغير مرغوب فيها. يعني مثلا الله يسلمك ويطول عمرك. بنستأنف حديثنا ان شاء الله بعد الفاصل بنطلع فاصل قصير وبنكمل ان شاء الله. جزاك الله خير. اذا مشاهدين الاعزاء الى فاصل قصير وبنكمل حوارنا معكم. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء ونكمل وياكم ما تبقى في هذه الحلقه مع خميس بن سعيد السعدي. مرحبا بن سعيد بن جديد. مرحبا. الله يسلمك. بنتكلم شوي عن طال عمرك المحافظه على الموروث الشعبي عن المقانيس وعن الركاب. اول شيء خبرني عن مقانيس الشيخ زايد. قالوا لي عندك خلفيه كثيره عن الموروث. والله الخلفيه اكثر عند ابو خالد هذا رابع ربيع الشيخ زايد كان عنده في اللاسلكي. نعم. ومره له كل مقانيس كان حاضر ذكريات وصولات وجولات وياك. والله لو نحن بنعطيك يعني هو شوي لا زين ابو خالد اكيد عنده صولات وجولات الموضوع. نعم نعم. تقول ابو خالد طال عمرك خوينا الله يغفر له الشيخ زايد في مقانيصه في باكستان وفي المغرب وفي الجزائر يعني. والمقانيص تعلمك اشياء كثيره يعني. تعلمك اول شيء الاحترام والصبر والتحمل يعني. واجتماعنا عند طبعا عند الشيخ زايد يعني سواسيه يعني المجلس كله ما في هذا احسن من الثاني. صحيح. واذا جلس زايد وعربه طبعا اخوياه يعرفهم كلهم يعني. اذا يشوف واحد متاخر وهو اللي حول السيارات يزقر عليه تعال يعني وقت المقيل. وقت الغداء. وقت يعني وقت المقيل الغداء يعني طبعا برا. نعم. بعد في مسرحهم وقت المقيل بيقيلوا يعني ما بيتغدى الا اخوياه كلهم جالسين جنبه. الله يرحمه. وحباري طبعا مشلولات مش من الليل مسويات يعني يقسمه على كل واحد يعطيه سهمه. سهمه. واذا شاف واحد مشغول يعني قال لا فلان تعال او زقروا فلان خلوه يجي. والحمد لله يعني مقانيص ما في فرق بين شيخ وبين يعني هو سواسيه يعني لكل الناس يعني. نعم. الله يغفر الانسان متواضع. كنت انت كنت في اللاسلكي. نعم.
اكيد مر عليك موقف شيء استوى لك شيء المواقف، لان انا احيد هل اللاسلكي مواقفهم كثيره. صار موقف عندي مره في الجزائر صدق، نحن صار حين الصبح بعد ما انتشرنا طبعا هناك انتشار السيارات حد يسار وحد يمين، والقايد طبعا الله يغفر له شيخ زايد يعني، فلان روح يمين فلان روح يسار، انا كنت في السياره رقم 2 اللي ورا الله يغفر له شيخ زايد. السياره هذه نادى علينا اساسا نروح يمين، اول ما طلعنا الجهاز بند سبحان الله، يعني هذا مال نظام اتش اف يعني اللي هو الهواي شيء يبند منه يعني، وما شالين ذيك اليوم نحن ما شالين احتياط يعني اساسا نفس في نفس الوقت نغير يعني. ينادى علينا ينادى علينا ما يرد، ما نحن ما نرد لان ما نسمعه يعني، نشوف لنا سيارته يا يصوبنا. يوم يعد دالنا قال نحن ناديك وين انتو يعني، قلنا له يا طويل العمر جهاز خربان يعني، في موقف شوي حرج يعني، جهاز خربان انتو شو مودنك ويانا يعني. ناس طبعا رد عليها من الله يغفر له بعد نفس الشيء سعيد العصري، ونعم تعرفه ظني يا الله نعم. قالت عمرك الرجال هذا مثل سايق سيارة، إذا تعطلت سيارة الحين لازم نجيب لها ميكانيك، ترى ولا ما يقدر يصلحها يعني. صحيح. سرحنا وتكسرت الأمور، كنا عند أجهزة صغيرة وأعطانا جهاز صغير حق السيارة هذا مشان يناديهم يعني، أساس أن هذا الموقف وصار هو زعل ذاك الساعة لكن ما خذ في قلبه. صح. بعد ما قيلنا زقر علينا كلنا تعالوا أنت نتقدم مع بعضين. نعم. كانه ماشي استوي يعني. صدق انا يخبرني طال عمرك بعد واحد من ربعتكم اذا تعرفه، حمد حمدان بالسيود اخوي الرجال، ونعم نعم وسالم نعم، قال مره يقول كنا في مقناص ويا الشيخ زايد وضغطوا على الجهاز وظل يرسل، وكانوا حزينين مشتاقين للبلاد يبون يردون. نعم. فقال جلسنا طال عمرك نغرد ونعد قصايد ونشل شلات والشيوخ يسمعوننا. صحيح صحيح. وهم ما يدرون ان الشيخ زايد لان الجهاز هذا السماعه الميكروفون في ارسال يعني ضاغطين عليه. وهم ما يدرون يقول لك، وخلاهم لين ما يوه قال كانكم مشتاقين، قال لا طال عمرك نحن تحت امر، قال خل عنكم سمعناكم سمعناكم يعني. يردون قصايد وحزينين الجماعه يبغوا يردون. طال عمرك المقانيص يظلون شهر شهر ونص صدق، وفي بعض من المرات يعني خاصه باكستان يلسوا شهر ونص وبعدين يو الله يغفر له الشيخ زايد يهني البلاد واخوياهم موجودين هناك، اخوياهم موجودين هناك حتى يردوا لهم يعني. صحيح. وكذلك اذا نفس الشيء للمغرب نحن الاخويه يتقدموا اسبوعين 20 يوم وبعد ذلك بعد جد مية هاي له هي بعد ما تجهز الامور يعني مثل مخيمات سيارات، نحن كاتصال يعني نجهز السيارات يجهزوا المخيمات اللي هم المخيمات، بعد ذلك يشوف المدينة ويابتهم طيارة إلى مقانيص يضبوا بالبكرة يصبحوا ناشرين مقانيص. صحيح. والحمد لله ذكريات طيبة والله. نعم أيام حلوة نعم ما ننساها الله يغفر له ويرحمه يعني. الله يعطيكم الصحة والعافية. زين الركاب، ركاب عند منو؟ ركاب طعمك ركاب البوش بشكل عام. نعم. الأول مثل نحن كلنا ما طرشنا على البوش أغلبيتنا، يمكن أبو خالد طرش ولا ولا ابو احمد والله البوش من شوية طلعنا حياتنا الاوليه بس وعندنا ابو سيف مسوف الاول على بوش، اول واحد طال عمرك عنده بوش محدوده صدق، هاي مكده يسمونها بوش مكده يكدون عليها مكدونها، واللي عنده طال عمرك وقت المناسبات مثلا العرس والعيد والمناسبات عرضه يسمون عرضه. نعم. ما في اول ركض هذا زايد طيب الله تعالى الله يرحمه سمي يادين الركض وطور لا وسوى لهم شارع حط لهم جوائز وحط لهم سيايير وحط لهم ملايين يعني ليش طال عمرك على اساس يحافظ على التراث زايد لو ما سوى الطريقه هذه مصدر رزق طال عمرك ايه رزق مصدر يعني رزق. من يصدق ان طال عمرك الناقه بتوصل 25 مليون 30 مليون وصلن ولا بكره سبوق طال عمرك بكره سابقه طال عمرك صحيح. تركض الصبح الساعه 8 قيمتها وصلت 20 مليون صحيح. وصار الحين طارمك صارت الحين ولا مقطوع في حديثك انت نعم. تعرف طال عمرك الحوار من يطيح تحت امه كان ابوه معروف وامه معروفه طال عمرك هذا الشيك مضمون 100,000 هذه مره جاهزه هي معروفه هذا اول ما يطيح تحت امه مره نعم. نعم صار طال عمرك الحين هذا مصدر رزق لاصحاب الحلال نعم صحيح لاصحاب البول مصدر رزق وموجود الحمد لله مؤيد وهذا الله يطول عمر الشيخ خليفه ومحمد زايد وشيوخنا استمر على النهج هذا انا اشهد على التراث هذا
ليومك ولا في المستقبل. نعم، وفي دعم كبير، في دعم تسعيرات ديوان شؤون الرئاسة والاتحاد الهجن ما قصروا، وهذا طال عمرك العيال اولاد يورثون عن ابوتهم. صحيح، تراث هذا يورثون سواء كان في المراكض او في البوش التربيه والاركاب الركض. يعني الولد يطلع على العزبه تلقاه يتعلم اشياء وايده، الصبر يتعلم، يعني على التراث يتعلم التراث، يكسب خبره اساس. هذا طال عمرك الموروث ما يندثر، انا اشهد في المستقبل. صحيح، الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك. بننتقل عند ابو سيف، نبغى تغرود. ابو سيف ان شاء الله حاضرين. ابو سيف مساك الله بالخير. ابو سيف الله يمسيكم بالخير. مساكم بخير. راجل بن سعيد السعدي، حياكم الله. نعم يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ظبيان ابوها ما درب خيوب، ظبيان ابوها ما درب خيوب، انا ما درب خيوب، تفرح بدي صوت المغرب، احبل صوت المغرب، تفرح بدي صوت المغرب، احفل صوت المغرب، يا يوم احمس لك في سلبته، ركب سلبته، يا يوم احمس لك في سلبته، يا يوم ركب سلبته، يا يوم اعطني ظهرها دام طربه، يا اعطني ظهرها ايوه دامن طربا، يا لهم الدام ما سوي فرقة، ما سوي فرقة، وحيا لهم الدام ما سوي فرقة، ما سوي فرقة، وحيا لعطني ظهرها دامن طربا، عم شوف البدو يبرد، هيا يا عم شفت البدو تبرد، عم شوف البدو يبرد، هيا غزلانهم تزهي بلالة، انهم تزهي بلالة، هيا ويكرمونك وقلوبنا، ارمونك وقلوبنا، هيا ببانهم طلقة بليا، بيض الله وجهك يا ابو سيف، ارمونك وقلوبنا، هيا ويكرمونك وقلوبنا، هيا السلام عليكم. سلمت، ما قصرت ابو سيف. الله وجهك يا ابو سيف، ما قصرت. الحين بنعود لك ابو سعيد. تفضل يا ابو الحين يا نحن بنخبر طال عمرك المشاهدين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ما قصرت، ما قصرت، جزاكم الله خير. الصوت الصوت طيب، الله يحافظك. انا وياك انا وياك، الله يسلمك طول عمرك. هاي الاول اكيد يوم يطرشون طال عمرك على الركاب الاول. نعم يغردون، واللي طال عمرك السريه هذا في السريه، ها السريه يشرونها. زين خبرنا عنها ابو خالد، بتخبرنا ولا بيخبرنا ابو سيف؟ ابو سيف، ابو سيف، ابو سيف خبرنا الاول. متى يغردون الناس؟ متى يغردون الاول؟ يوم تطرش الاول. هذا طعم لك يوم يشربون في الليل ويرق الليل. نعم غردوا، يكون اثنين ولا ثلاثه بوش عندهم، بوش ما بركيب، بوش عدله. نعم. هاي تاخذ نسم هذه، يقول ظبيان بوها ما درب خيابه، تفرح بصوت المغرد يابه، يسحب عليه الدرب، يحافظ عليه مضطرب من السيل هم تعابه، هذاك سيلهم، يوم يرق في الليل غردوا. ولا سريع صوب دبي، صوب دبي. انا هذا بخبرك، انا مستويت بقول دبي ولا سد 20 مره قد دبي على ركاب، على ركاب، على ركاب، اشيل مني صخام اطرش بخمس بوش، وابيع حشاك اكتيمها في دبي حمار. لا. في السوق يجيب حمار صدق مشان الماي، مشان الماي، سياره ماشي خوي مات هناك مسويات حريمات ذيله، ودكاكين داخل، دكاكين ما الإيرانيين والهنود يبيعون، والهندي يبيع ثياب. نعم إيران بلوشي ما حد، بلوشي وإيراني، بنغالي ما حد، مصري ما حد، صدق ما بس إلا هالقبيلة بلوشي وإيراني وهندي يبيع ثياب. والحمار هذا يسوق عليه ذاك الرجال ماء في ذيك الحارة، الدرامين بربية، أكتمهان ربية فضة ما بحديد. نعم زين، الدرام بربع
ويحوط انت تاخذ 4 درهمات ولا 4 درهمات يصيح ذاك البلوجي او 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 داخلك الحاره يبيع ماء يبيع ماء يشرب ماء ماشي عندهم سيارات نعم تسمع ودكاكين هذا لا كلكم دكاكين احنا نحط شاره هناك صخام ونحط ركابنا عدالهم صدق ويانا واحد يسمونه علي الهامل وعاد وشرى صخامنا حتى يوم يطلع علينا يقول وين السمن؟ قلنا كيف الدرب حضر من السيد مليان سمن هذا راس رعد بحر غيث وسوالفه قلت له سمن؟ قال سمن ما يبنى سيف الدرب مليان سمن صدق ذكريات طيبه والله يا ابو سيف كم تاخذون من العين لين هناك ابو سيف؟ كم يوم تاخذون؟ ناخذ 25 يوم من العين لين دبي من 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 بعد وينكر لين دبي نعم العين لين دبي من العين من بعد وين ما من العين نعم من بعد وينكر اخذ من ينوب من ينوب 25 سودا اخذ الدم من ينوب رايحين جايين رايحين 25 يوم سايرين رادين هي نعم وتسيرون في النهار وفي الليل ولا تقيلون لا في الشتاء لا في الشتاء نسير في النهار في النهار في الشتاء يوم الساعة 7 بنسميه احنا 7 رفعنا نعم وخذنا لين قرب المغرب ونوخنا لين بالباكر ورفعنا في القيض لا شبيتوا ضوكم وسويتوا عشاكم وسوينا قرص وتعشينا ورمسنا ذاك ما ترشاه النومه بنبطل روسنا طاح نمنا وفي القيض كله مسرى زين وفي القيض لا في القيض منشار ونعطى مع الماء تعطانا ماي ايه طوي وحده سمى طوي سالم وحده سمى طوي سيح وواحد اخوي سمى الخوانيق وواحد سمى هاي الطوبه على الدرب على الدرب على الطريق اي وسميلي زين وطوبات طوال بعد طوال ما بقول لك ينقسم الطوب مثل عاد وصلناك نوصل العبريه هناك نوصل سامان يجون عبريه حد ينقل حد يبقى عبري حد يبقى دريج ونشدهم على الركاب نشدهم نوصلهم زين ابو سيف الحين احنا عرفنا انتم تشلون الصخام مني وتسيرون على دبي نعم وشو تجيبون من هناك؟ يبنى عبرية عبرية يعني يبنى بيارتنا اللي أخذ بالوسيلة من بيارت يبون شو من اللي يارش من عيش من الحب عيش من الحب اللي نحصله اللي تحصلوا طحين هواء لا لا طحين ولا عبرية هواء 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 يا بس شمان طحين هم مني يشلون طحين البلد لا ما نشل الزمان ماشي طحين أقول أبو سيف طول الله عمرك الله يكرمك والله يعزك هالمعلومات الطيبة أنت المفروض تكون عندنا من بداية الحلقة هنا شو يقول ما يسمع لا اقول لك يقول لك بيض الله وجهك ما قصرت بالرمشه زين طبعا عملك من شل عبريه من هناك وصل حد فداء وحد عبري والنول البعير 25 و30 ريال فرنس ريال فرنس فرنس هي فرنس البعير نول هذا البعير هذه بخبرك شيء البعير 30 وشيء 25 وشيء 20 ما كلهم واحد صدق وانا اللي كدوا عندي بقول لك ما حد حي منهم كلهم ولا واحد حي طول عمرك بعد ما طول عمرك طول عمرك يعطيك الصحه والعافيه ابو سيف الله يحفظك يا ابو سيف ما قصرت ما قصرت الحل مسموح اشكرك ابو سعيد على اتاحه الفرصه لنا وتواجدنا اليوم معك بحد ذاته استفدنا منه وان شاء الله المشاهد الكريم يكون استفاد من هذه المعلومات الطيبه وابو سيف ترى روحه يبغى له حلقه زين هي نعم نحن نشكركم على الزيارة نحن نشكركم على الزيارة هذه الطيبة وهذا شيء شرفنا زرتونا انتوا القناة قناة الظفرة الله يطول عمرك وانت يا ابو يعقوب يعني لا تقطعنا بالزيارات هذه اكيد ان شاء الله معاكم قلبا وقالبا نعم هذه الزيارات اللي مره مسج فاضي بس بتحصلني عندك طول عمرك مره مسج فاضي طول عمرك طيب جزاك الله خير الله يطول عمرك هذه زيارات احنا نشرف وجودكم الله يسلمك ويطول عمرك نشكركم ابو خالد الله ابو احمد ابو منصور لا شكرا عمي ابو سيف مشكور مشكور طال عمرك بيض الله وجهك وجهك ابيض لازم نشوفك كل اسبوع بني عندك ان شاء الله مرحبا طول عمرك انا حاضر الله يسلمك ماشي مشكله الحمد لله إذا مشاهدي الأعزاء وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بركة الدار كل الشكر والتقدير إلى سعادة خميس بن سعيد الساعدي على إتاحة الفرصة لنا وحسن الاستقبال والشكر موصول أيضا إلى أبو منصور الأخ والصديق سلطان الساعدي نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في داعة الله.